مرت الأيام بسرعة، ومر عام على رحيل نيافة الأنبا كيرلس مطران ميلانو. ويمكن حضراتكم تتذكرون إنه من الجمل الشهيرة اللي كان بيقولها: صدقوني هنمشي فجأة. عاش نيافة الأنبا كيرلس المتنيح في نقاء وسلام قلب وفرح بين رعيته، وترك بصمة في حياتنا جميعا. بالمناسبة، نيافة الأنبا كيرلس كان من تلاميذ الأنبا أرسانيوس الراحل أيضا، ويمكن لو تاخدوا بالكم اقتراب قرب موعد نياحة الاثنين يعني، وإنه كان والده الروحي أيضا، وكان قضى فترة طويلة من خدمته في إبرشية المنيا المتنيح الأنبا كيرلس، وبعدها كان راح لإيطاليا ورسم مطران لميلانو. كلنا نتذكره طبعا بكل شيء، بكل خير، وبنقول للكل تعيشوا وتفتكروا طبعا، وإنه عارفين وواثقين من تاريخ حياته وتاريخه الكامل يعني، إنه أكيد في السماء. أيضا يعني 14 أغسطس بيذكرنا بواقعة أخرى، وهي وقعة ذكرى أيضا فض اعتصامي ربعة والنهضة وما تلاه من اعتداء سافر للإخوان على كنايسنا وعلى كثير من المنشآت المسيحية في كثير من المحافظات في مصر. وطبعا يعني وصل العدد لحوالي 80 كنيسة ومنشآت ومدارس مسيحية. ويمكن المنيا كان ليها حظ كبير، كان فيه الأمير تدروس، وكان فيه الأنبا موسى، وكان فيه أجزاء كنائس كثيرة كمان، سوهاج في مصر، في أحياء كثيرة كان طبعا كانوا مستعدين لهذا المخطط الحقير طبعا. وزي ما انتم شايفين كلنا بنتذكر، والصور لا تكذب، والفيديوهات والمشاهد كلها اللي كانت في هذه الواقعة المريرة، والصور بتفكرنا باللي حصل فينا في كنايسنا وفي منشآتنا في هذا الوقت، وانهم اعتبروا انه المسيحيين هم طبعا يعني زي ما بنقول كده اللي بيقدروا عليهم في اي واقعة في اي حاجة، خلاص يلا بينا نضرب المسيحيين ونضرب الوطن أيضا في مقتل وفتنة وكل هذا الأمر. المتطرفون حرقوا بيوت وكنائس ومدارس وملاجئ قبطية، وكان هناك نهب وسرقة ثم حرق وتدمير. وده حصل بعد فض الاعتصامات الإخوانية المسلحة اللي كانت في منطقتي ربعة العدوية والنهضة، في ربعة العدوية في مدينة نصر والنهضة في الجيزة وبعض مدن الصعيد. كان هناك أيضا تجمعات في بعض الأحياء والميادين، منهم على سبيل المثال كان في ميدان بلس أيضا في ألمانيا. وزي ما حضراتكم شايفين، وطبعا على الجانب السياسي زي ما برضو كثير من القنوات والمواقع الإخبارية كانت اجتهدت في أن أيضا تسرد ما حدث من هذه الجماعة الإخوانية الإرهابية بعد فض اعتصامي ربعة والنهضة. ومنها على سبيل المثال يمكن كان أيضا اليوم السابع عرضت تقرير كان مطول حول هذه مرور 5 سنوات على ذكرى فض اعتصامي ربعة والنهضة. ولا ننسى طبعا قتل الإخوان، وقتلوا مجموعة كبيرة أيضا من قواتنا، قوات الشرطة في أثناء الفض، وتجروا بهذه القضية تجارة رهيبة جدا طبعا، كلنا نعلم هذا الأمر. ولكن نشكر ربنا طبعا أن الأمور بدأت يعني وقت بعد ما حصل فض الاعتصامين، وبدأت الأمور تاخد طبعا مجريات كلنا عارفينها. وكان طبعا الأحداث كلها اللي مشيت إلى أن طبعا وصلنا لاستقرار في هذه الأيام. برضو اليومين دول هم بيقولوا أن احنا عايزين نجتهد ونخرج مصر من النفق المظلم. ما اعرفش بصراحة فين النفق المظلم اللي هم اساسا كانوا اظلموا حياتنا وولعوا وحرقوا كل حاجة، ودلوقتي بيقول لك ان هم عايزين يرجعوا بقى تاني عشان يخرجوا مصر من النفق المظلم. للأسف الشديد نشاهد جزء او اجزاء من هذا التقرير. مع اقتراب 30 من يونيو عام 2013 أدرك الإخوان أن أيامهم في الحكم باتت معدودة، وأن الشعب المصري
قرر أن يخرج للشوارع ليزيحهم عن طريق مستقبله. أنا مش عايز بورصة وعايز حكومة ائتلافية وعايز انتخابات مبكرة. لا لاقين ناكل ولا لاقين حاجة. في صباح 28 يونيو واستباقا لخروج المصريين للشوارع، أعلنت جماعة الإخوان عزمها لاعتصام في ميدان الرابعة العدوية، ومن على منصة الاعتصام تناثرت أحاديث الدماء في وجه المصريين. إن الأغبياء أدخلوا رقبتهم تحت المقصرة، ولا بد أن ندوس الآن على سكين. أي رش من أي رش من ده. دخل بالك إنهم يعتصموا في رابعة، والأمريكا أو المستشارين الأمريكيين أو الناس اللي هم بيتواصلوا معهم في الولايات المتحدة الأمريكية قالوا لهم كده، يعمل انقسام في الشارع، يعمل حكومة موازية، يعمل جهة أخرى موجودة في منطقة قريبة من وزارة الدفاع المصرية، يعمل انقسام في الشارع المصري. تهديدات الدم لم تنتظر حتى 30 يونيو، وفي الإسكندرية ظهرت ميليشيات الإخوان بسلاحهم ليقتلوا 4 من المتظاهرين. دماء وهيكون في سيارات مفخخه وهيبقى في تفجير بالريموت كنترول، وانتوا اقل من ذلك بكثير. كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهاديه وهيدمروك وهيدمروا مصر وانت اللي دمرت مصر. ظلت الجماعه الارهابيه في حاله تخبط بعد عزل مرسي الى ان جاء الجمعه 5 يوليو، ليظهر مرشدها العام على منصه اعتصام رابعه ويخطب خطابا امتلأ حقدا وكراهية واستهزاء. هنجيبه على أكتافنا وأرواحنا فداء. كان الخطاب بمثابة إطلاق إشارة العنف في الرابعة العدوية. نثبت المجاهدين. بناء على قرار مجلس الوزراء البدء في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة اتجاه اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، نظرا لما تمثله تلك الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري وترويع غير مقبول للمواطنين. من رجال الشرطة في المقابل التزمت الشرطة بتأمين خروج المعتصمين من الممرات الآمنة حتى اللحظة الأخيرة. أحرق الإخوان كنائس المحافظة ومنازل الأقباط. وفي نهاية اليوم تمكنت قوات الشرطة من فض الاعتصام بالكامل، وأعلن حظر التجوال في مصر لإنهاء محاولات الإخوان التخريبية. كان المشهد مأساويا في رابعة العدوية، ورفض الإخوان المغادرة إلا بعد إحراق المسجد بالكامل. أعلنت وزارة الداخلية الحصيلة النهائية، استشهاد 47 من رجال الشرطة وإصابة 119 آخرين واقتحام 21 قسم شرطة وإحراق 7 كنائس. عدد 10 بنادق آلية، عدد 29 بندقية خرطوش، عدد 9622 طلقة حية.
طبعا ده كان البيان الأولي، ولكن في النهاية تم حصر كل عدد الكنائس والمنشآت القبطية والمدارس والملاجئ اللي حرقوها، وطبعا تعدت أو يعني وصلت لتقريبا 80 ما بين كنائس ومنشآت ومدارس قبطية وملاجئ. أيام كانت صعبة جدا، ولكن نشكر ربنا أنه هو ده النفق المظلم اللي هم دلوقتي بيقولوا أنه هم عايزين نتحد ويكتفهم أو يتكاتف معهم المصريين عشان يخرج المصريين من النفق المظلم اللي هم مش فاهمين ولا مدركين. ولكن الحقائق المصورة هي بتقول الظلام والدماء والحرائق دي كان مين اللي عاملها أساسا، ومين اللي مفرقش معاه مصر، ومين اللي كان سياستهم أو يعني شعاراتهم أنه مصر حفن التراب وأنه لا انتماء للوطن للأسف وانتمائهم للمرشد. وطبعا زي ما انتم عارفين يحاكمون جميعا إلى الآن في كثير من القضايا اللي تمت من قتل جنود وهذا وحرق الكنائس وكل ما فعلوه من وقت يعني منذ وقت فض الاعتصام إلى الآن الحقيقة، وإنه مستمرين حتى زي ما هم كانوا قالوا إن هيبقى في قنابل مفخخة أو انتحاريين ومش هيسكتوا. وبالفعل يعني كل ده إحنا للأسف الشديد طبعا بنعانيه، والإرهاب الحمد لله قواتنا المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة طبعا والعملية طبعا الشاملة سيناء 2018 ربنا يوفقهم يا رب، والأمر طبعا صعب يعني للأسف. في تطورات للموضوع اللي كنا برضو تحدثنا عنه بالنسبة لما يعني زي ما بنقول على حسب مطرانية مغاغة، وانه هناك هم رأوا في المطرانية انه هناك تطاول من الصحفية سارة علام وسرد امور غير حقيقية، وكان منها برضو ان هي قالت انه تفسروا بايه ان الانبا اغاثون ما حضرش الجنازة برضو اللي هي جنازة الأنبا أرسانيوس، ولكن طبعا تم نشر صور وهو حاضر الجنازة. والأمور التانية اللي يمكن كانت كتبتها ليها علاقة بالعزة اللي تم نقلها من الميسات، وكنا تكلمنا الحلقة اللي فاتت وتم سرد رد طويل مطول من المطرانية والمتحدث باسم المطرانية على هذا الأمر. وبالتالي تطور هذا الأمر أنه تقدم نيافة الحبر الجليل الأنبا أغاثون أسقف كرسي مغاغة والعدوى ببلاغ رسمي لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وشبكة المعلومات بمقرها بالمنيا برقم 2 أحوال بتاريخ 14/8/2018 يعني امبارح، وذلك البلاغ في موقع جريدة اليوم السابع وصفحة الأستاذة سارة علام شلتوت الصحفية بالجريدة على موقع الفيسبوك وبعض الحسابات الخاصة على الفيسبوك وجميع مالكيها، وذلك نتيجة ارتكاب هذه المواقع والصفحات بعض الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري في حق نيافة الأنبا أغاثون ومن تشهير وسب وغيره. وبالتالي ده اللي أنا بقوله لحضراتكم، هو الأنبا أغاثون قدم بلاغ، برضو اللي يشوف أي تطاول أو أي شيء من صفحة أنت مش هتقدر لوحدك تعرف مين القائمين على الصفحة دي، فأنت خلي المسؤولين قدم بلاغات. أي حد يلاقي تطاول أو نوع من أنواع التعبيرات أو التحريضات الصعبة على قداسة البابا أو على أي شخص أو على أي حاجة روحوا للمسؤولين وقدموا اللي هي مكافحة البلاغات، تقدم لمين؟ لإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وشبكات المعلومات. أوكي؟ فبالتالي ودي موجودة في كل مكان زي ما في المنيا في برضو في كل المحافظات، فتقدروا ان انتوا برضو تقدموا بلاغات. وبقولها تاني يا جماعة بلاش تنشروا الحاجات دي، نشر الحاجات دي على موقع التواصل الاجتماعي هيجيب جدل اكتر وهيجيب مشاكل اكتر وهتقعد بقى شتايم واختلافات في الاراء. الصح قدموا بلاغات ضد صفحات او اشخاص تشوفوا ان هم بيتطاولوا او بيحرضوا، تمام؟ اللي هو يعني فيها جريمة تقدموا بلاغات، يعني ده الحل الوحيد. كان برضو تم الإعلان على الصفحة الرسمية للمؤتمر العالمي الأول للشباب، والحقيقة أنه كانت الصفحة جايبة الموضوع عن أنه في أول ملتقى لشباب الكنيسة القبطية من قارات العالم الخمسة في مصر ومش جايبين أي حاجة. وسألت الحقيقة أبونا بولس حليم لأن لقيت في المصري اليوم بعض التصريحات اللي على يعني اللي باسمه، فتساءلت فقال هم ماشيين بنظام معين في الإعلان للمؤتمر، لكن الحقيقة قلت له يعني أتسبونا حضرتك أتسك المتحدث باسم الكنيسة، فالمفروض أن التصريحات تكون على الصفحة لأن إحنا عايزين في الوقت ده الحقيقة أن إحنا نتلقى المعلومات كلها من الصفحة الرسمية مش من الصحف، وأن الصحف كمان لما تتلقى تصريحات على لسان أبونا لأنه هي الصفحة اسمها كده المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أبونا بولس حليم، فعايزين قلت له يعني بفضلك يعني قدس ابونا معلش عايزين انه صفحتنا الرسميه صفحه الكنيسه الرسميه هي اللي تدينا المعلومات، ما نعرفش المعلومات من بره ونتساءل. يعني بالنسبه لمكالمه البابا دي برضو مع اسره الراهب، الصفحه كتبت ان هي مع اسره الراهب اشعيا بس، لكن هو بيقال برضو ان هو تواصل مع اسره برضو الراهب فلتاوس.
وبالتالي برضو ما اتكتبتش في الصفحة، لكن انا عرفتهم من قبل ما تكتب في الصفحة، ما كنتش عارفة اذا كانوا صح ولا غلط. فعايزين قبل ما الاخبار دي تتنشر في اي مواقع نعرفها من صفحتنا اللي هي الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة ابونا بولس حليم. هو صرح للحقيقة بالنسبة للتصريحات بتاعت ابونا بولس اللي صرح بيها للمصري اليوم، ان الملتقى العالمي الاول لشباب الكنيسة القبطية من قارات العالم الخمس بمناسبة مرور 50 عام على تواجد الكنائس المصرية في الخارج. واكد قدس ابونا بان الكنيسة بدأت الاعداد للملتقى من نوفمبر 2017، والملتقى هيعقد الاسبوع الاخير من اغسطس. برضو محتاجين تفاصيل اكتر، هل الشباب كلهم عرفوا بالملتقى ده؟ هل في تسجيل للملتقى ده والمؤتمر ده؟ طب تعرف فين؟ طب انا برضو كواحده من كنائس المهجر مش عارف، يعني ما اعرفش اذا كانت الحكايه دي. فبالتالي نرجو انه يكون في يعني انه يكون في ايه نوع من انواع التفاصيل، والكل بيسال. انا عارفه انه ممكن يكون في مع منظمين المؤتمر خطه معينه، بس الفكره مش انه يعني اصل هنا الموضوع ما فيهوش تشويق، الموضوع فيه معلومات عايزين نعرفها. ولو برضو لسه في فرصه لتسجيل شباب، طب ولا الشباب سجلوا وخلصوا؟ طب اتعرف عن طريق ايه؟ هل كان عن طريق البرشيات مع اجتماعات الشباب مثلا؟ احتمال، الله اعلم. بس الفكره انه تفاصيل اكتر، وكل الناس حتى كانت كاتبه على لما اتنشرت الصورتين دول في الصفحه الرسميه، كل الناس كانت بتقول عايزين تفاصيل، طب في فرصه نسجل ولا ما نسجلش وكل ده. عموما ان الملتقى هيعقد في الاسبوع الاخير من اغسطس 2018 بمشاركه البابا توادرس وعدد كبير من الاساقفه تحت شعار العوده للجذور. وبرنامج الملتقى هيتضمن زياره مدن القاهره والاسكندريه والاسماعيليه واديره وادي النطرون. ده بالنسبة للموضوع ده. عندنا برضو تأجيل محاكمة المتهمين في أحداث سيدة القرن اللي هي قضية القرن اللي مش عارفة هنقعد نطول فيها لغاية إمتى. محكمة جنايات المنيا قررت النهاردة تأجيل نظر القضية المعروفة بسيدة القرن سعاد ثابت، والتي اتهمت أشخاص بالتعدي عليها وسحلها وتجريدها من ملابسها وأحداث عنف، وطبعا دمروا لهم البيت وكل ده. القضية تأجلت إلى اليوم الأول من دور شهر ديسمبر المقبل. المحامي اللي هو مجدي رسلان ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمين قال إن المحكمة أجلت للإعلان بالدعوى المدنية وضم دفتر الحضور والانصراف الخاص بسنترال الوحدة المحلية لمدينة أبو رقاص، واللي بيثبت تواجد المتهم الرئيسي إسحاق نظير داخل مقر عمله وقت حدوث الوقعة. يعني ده المحامي اللي هو محامي المتهمين.